محمد شطح نهار الأحد الماضي في الـ LBC يقول نحن الخلاف مش على التفاصيل المياومين وعلى تفاصيل الإنفاق وعلى تفاصيل المال، مش تفاصيلنا داخلي، نحن الخلاف على المقاومة وجودها وسلاحها ومستقبلها. ميشيل عون بيجي بده يجي على هذه القاعدة، على هذه الخيارات ليكون مقبول نحن، وهن الطرف القائد في ذلك، في ذلك مش المجرمين الصغار او 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 لا. بالتالي انا ردت اقول هذا الكلام ومن المناط، لانه ما راح احكي كثير بالفترة المقبلة، لاقول احذر اياكم في العائلات الروحية كافة ان تروحوا لغرائزكم. غرائزكم اخذتكم دائما على البحر والمطار والأبر والخراب. روحوا على عقولكم وعلى انتمائكم الحقيقي، لأنكم دائرا في على بهذه الطريقة تنتصر. بالتالي أنا ردت أقول هذا الكلام ومن المنار، لأنه ما راح أحكي كثير بالفترة المقبلة. بالتالي أنا ردت أقول هذا الكلام ومن المنار، لأنه ما راح أحكي كثير بالفترة المقبلة. بالتالي أنا ردت أقول هذا الكلام ومن المنار، لأنه ما راح أحكي كثير بالفترة المقبلة.